كوكر رجاجي من مدينة مراكش فتحان اقترح عليكم احدث تفاصيل صيحة القبطان المغرب الاصيل لكن نوزيا على طريقة زيفيا وعلى طريقة الامازيغ وثقتكم بطبيعة الحال لكوكر رجاجي من مدينة مراكش واول اطلالة من خلال هذه الداتا الخاصة بالقبطان المغرب الاصيل تشكر دائما بأن الشيء والمجاورات التي فيزي 100% وكتناول وقتنا إعجابكم. كما ذكرت في جلسة النزار من تلك المجلس البلدي على مدينة الزيت من مدينة الإقليمية لصناعة إقليمية وكان الحال من شركة فودا فودا والمنتج المعروف لوسيم تبدا وكل الفعاليات التي شاركت القريبة بعد سبب إنجاح فعاليات أمن رزاد
كلمة دائما لأبناء التسليم والحظ للمهتم المعروفة كوفر الجزء المدينة مراكش. ورحب دائما بالسيد بشرى مدينة الزين تسير المدينة الإقليمي للزراعة التقليدية عمالة الحال أعضاء المجلس البلدي عمالة الإقليم الجديد تنفيذ الكوفة المحلية للمصالح الخارجية والداخلية وكبريس الشركة وتحية أيضا لأعضاء جمعية الوزارة شركة ميجا تهوب للمنتج المعروف مرتين سجدة وكل الإخوان في جمعية الوزارة تصبحات أخرى رئيس الجمعية وعيك رشيد وفيع المدير الفني وبقية الأسماء مرحبا بكم في هذه الليلة الجميلة ليلة الزي التقليدي ليلة الزي الجميلة وتحية شكر للمرزع المدير المعرفة في شيء جاب المعرفة جميلة من أجمل الأزياء وأنت بتحاول كرشات الموضة تتألق هنا بمسرح البلد المدينة في الميكا تمتز أيضا بأن كوكر وجزء المدينة مراكش تشتغل في مزاعة الأزياء على طريقة الأسئلة طريقة المعلمة إلى الأكتوارات برشيني والجوارات تم إطلال الله خالصة في 300% دنيا فقد تذكر الجمهور شرم عليه كثير من الأعلى أطلال رأيك أن تحكم عروض الأزياء بأن المجوارات برشينية فهي من أقدم وآفق الشري الخاصة بطريقة جديدة في جزء من الأنفقة ودائما في مكيس كل الحرف الأنفقة التقليدية التي في مكيس أيضا فبحث أفضل كل الأخوان والأخوان التي يشتغلوا ضمن فعاليات هذه الدورة دورة خلفة الدرجان في مدار الأنفقة كما ذكرت في مرات الأزياء هي للمطلب المعروفة كوتر الرجاجي من مدينة مراكش نستمر إليكم في هذه اللحظات لحظات الحفل الفني المتميز اللي معرفة مركبة قبل يعني نهايته لحظة أخرى من لحظات التاريخ ولحظات الاعتراف من جمعية البلدان والمدينة الإقليمية لصناعة التقليدية لكل المبدعين ورواد الصناعة التقليدية بمدينة ميزيكا Thank you.
تحية أخرى كمبكر في الجمعة في الدار بصلاة رئيسة الاتحاد العالمي لمدير التنمية بشكل قطيع ومسؤول شأنين خطة العامة المفعاليات في حلمية رجال الأسود والنصوص وبقية الأسران والأخوات كبارة أمي رجال وكل شركاء والمحكة الدولية لكي يتلم بمجلس البلد المدينة الجديدة عدالة إثنين جديدة وشركة في بمصر البقاء الخاصة بمكلمة الأزياء لإخراج البنزين الآن أعزائي الزوجة تسقط حرارة على مكلمة الأزياء المعروفة كيتر الرجاجي من مدينة مراكش. شكرا جزيلا. الجميلة من اخر تقريرات الاتصال المغربي لكن كما ذكرت الحلول المجوهرات وعبوات الفيلا الافريقيات وهي سلطه يعني تقليديه اصيله وعريقه جديده 100